بتاعهم ينبل الومن السيدات يعني والنساء والمن الرجال تو شيب يشكله ويديتيرمن ويقرروا their own lives حياتهم بالنسبه لايه؟ للليبرتي حريه الايكواليتي المساواه ريسبكت اوف هيومن ديجنيتي واحترام ديجنيتي هي الكرامه الكرامه الانسانيه هيومن ديجنيتي هيومن رايتس زي ما قلنا بتكون كذا حاجه سيفل اند بوليتيكال رايتس واحنا قلنا المره اللي فاتت الحقوق المدنيه والسياسيه وبعدين السوشيال الايكونوميك والكالتشر وبعدين الكوليكتيف رايتس اللي قلنا عليها المحاضره اللي فاتت اللي بيحصل اتي بنبص لها ان احنا واخدين بالكم ان احنا طبعا الكلام ده كله اللي بنتكلم عليه اللي هو الرايس ده بيشكل كل حاجات سي. طبعا السيفل بتتكون من حاجات كذا حاجه قلنا عليها والبوليتيكال رايس بتشكل ايه والايكونوميكال دي المجالات رايس يعني تشكل او المجال بتاعها زي ما قلنا حضرتك النهارده هنكمل شويه بالنسبه لله هندخل شويه تفاصيل يعني بيت المقرر هديكم تفاصيل لبعض المحاضرات طبعا طبعا الناس it has been مع ان لغايه دلوقتي sometimes بعض الاحيان still argued الناس بتناقش وتتدخل فيه that civil and political rights are known as first generation rights احنا قلنا civil and political rights بعض الجهات او المنظمات او المجموعات بتسميها first generation rights ده بتعتمد على based on the concept of non-interference بعدم تدخل الجفرمنت in private affairs ليه بيخلوها civil rights والpolitical rights دي خاصة بالشخص المدني والحقوق المدنية والسياسية بيسموها first generation ليه؟ عشان الحكومات ما تدخلش في الأحوال الخاصة بالأشخاص first generation based on the concept of non-interference of the government in affairs in private affairs whereas بينما السوشيال والايكونوميكال كلتشر دي اللي هي second generation required ايه؟ ان ال government take active positive action بتاخد قرار او خطوه ايجابيه يعني السيفل والبوليتيكال ده الفيرست جينيريشن رايت الحكومه ما دخلتش في حاجه خالص في البرايفت افيرز الاشخاص السكند جينيريشن الايكونوميك والسوشيال والكلتشر بيسموه سكند جينيريشن ليه؟ الحكومه بتاخد بوزيتيف اكشن بتاخد خطوه ايجابيه واخد بالك اللي هو ايه؟ في الايه؟ وايدلي نون بهذا الشكل يعني رايت كويس جفرمنت تيك بوزيتيف اكشن It is widely knowledge دايما بتعرف human rights to become حقيقة يعني بيقولوا بهذا الشكل إنه second generation الحكومة بتتدخل بخطوة إيجابية في الإيه في ال human affairs واخد بالك على أساس إنها تبقى become reality حقيقة واخد بالك يعني بهذا الشكل إن تلاقي الحكومة بتتدخل steps to create condition يعني الحكومة والجهات الدولية الخاصة بالحكومة بالحقوق الإنسان طبعا بتاخد خطوة إيجابية وليجال فريم ورك وخطوات قانونية بالحاجات دي عشان تطبق الإيه الهيومن رايتس بهذا الشكل بنلاقي برضه إن إحنا لو مشينا خطوة إيجابية الأمام إن إحنا هناخد إيه بقى بعد كده زي ما بقول لكم البيزك بتاعت الهيومن رايتس ار يونيفرسال يعني احنا قلنا الحقوق الانسانيه اتعمل سنه 48 بعد الحرب العالميه الثانيه واشترت فوضى في الامم بتاع سنه 48 كل دول العالم وعشان كده اصبحت يونيفرسال الهيومن رايتس ار يونيفرسال ليه؟ ان اللوائح والقوانين والتشريعات تطبق على اي شخص في اي دوله مشترك العالم كله فيها الهيومن رايتس ار يونيفرسال ليه؟ because they are based on every human rights dignity تعتمد على كل واحد كرامته الريسبكت بدون الاخذ في الاعتبار الريس الجنس بتاعه الكلر نوع ايه ذكر او انثى سوشيال اوريجن اصل الاجتماعي ايه الريليجن الديانه بتاعته ايه اللانجوج اذا كان لانجوج ولا ناشوناليتي ولا الجنسيه بتاعته ايه ولا العمر
ولا اذا كان ديسابيليتي معوق ولا مش معوق اور اني اذر كاركترستيك، اي كاركترستيكس اخرى لا تؤخذ في الاعتبار. الجميع سواسيه في هذا الشيء. سي ذي اكسبتد باي اول جفرنس، حيث انهم تم قوله بجميع الحكومات والبيبل البشر ذي ار ايكوال اند ديسكريمينيشن. طبعا بتبقى متساويه بدون اي ديسكريمينيشن، بدون اي تمازج. افري بيرسون لاي شخص اند اندر تيم فور افري بودي افري وير وبنفس القيمه متساويه لكل شخص افري بودي افري وان وافري وير في اي مكان. من بصل لان احنا عندنا برضه في سم اوبليجيشنز التزامات. What does the obligations الالتزامات to person me to protect me بعض الالتزامات التي تحمي. What does the obligation to protect me يعني obligation to protect government to protect individuals يعني الحكومات لازم تحمي الأفراد against abuse اللي هو تصرف الغاضب by non-governmental action بالأفراد غير حكوميين. Once again مرة أخرى the right to education التعليم طبعا هناخده كمثال كان سيف از ان اكزامبل رايت تو تشيلدرن الاطفال تو بي ادوكيتد طبعا لازم تتحمى بواسطه مين الحكومه ازاي يعني وتتدخل ضد الوالدين اللي مش عايزين يتعلموا اولادهم لازم يتعلموا العائلات لازم التيشرز ما يعرفوش يشرحوا لا والسكول والريليجن كل دول لازم الحكومه تمنع تدخلهم في التعليم ده كمثال. طبعا في الصحة في كل حاجة بهذا الشكل ده بنبص لأن احنا الـ state obligation to protect أمثلة للدولة التزاماتها to respect للاحترام ليه في الحالة دي؟ يعني respect number one to protect تحمي الأول تحترم to protect تحمي and to fulfill وتفي بالغرض. يبقى الستيت جوفرمنت الحكومة الدولة ستيت يعني الدولة دولة طبعا مش تحكم ده جوفرمنت اللي هي داخل الدولة زي ما قلنا. يبقى تو ريسبكت يحترم تو ريسبكت يحمي تو فلفل يحمي. دكتور هي الصورة مش موجودة على السلايدز أصلا. نعم الصورة مش موجودة على السلايدز. صورة كده موجودة كده موجودة ولا لا؟ موجودة بس موجودة لا مش موجودة مش موجودة state obligation to respect مكتوبة to protect and fulfill وهناخد examples right to life الحق للحياة. هو السلايدز ما فتحتش يا دكتور اصلا. نعم احنا ما شفناش السلايدز. تفضلي او انت بتقول واحد واحد بس يكلم بتقول ايه يا بنتي او انت ايه؟ احنا ما شفناش السلايدز. احنا اخر حاجه ظهرت لنا هي الليست اللي هي كان فيها المحاضرات كلها ورا بعض، لكن احنا السلايدز ما فتحتش عندنا. طب دلوقتي انت شايفه المحاضره ولا لا؟ نعم لا الشاشه في محاضره ولا لا؟ لا في ليست كده مكتوب فيها بي دي افات ورا بعض، في ليست فيها بي دي اف ورا بعض اللي هما ليكتشر 1 وليكتشر 2 و3 وكده يعني، لكن ما فيش اي سلايدز اتفتحت. هلا يعني مش موجود عندك دلوقتي ستيت اوبليجيشن تو ريسبكت وتبقى في الفيلم. لا يا دكتور مش موجود. احنا بنتكلم دلوقتي في المحاضره الثانيه. معلش استسمحك يمكن عند حضرتك حاجة ما عرفش بقية الزملاء عندهم المحاضرة كاملة ولا مفيش محاضرة؟ اه عندنا كلنا. لا ما عندناش يا دكتور. لا كلنا عندنا يمكن انتوا كذا عند الكل يا دكتور. ميتين. عندها بس عند الكل في ميتنج. لا عند الكل يا دكتور مفيش حاجة يا دكتور. طب المجموعة الثانية respect state obligation to respect to protect and fulfill واضحة لبعض الأشخاص ولا لا؟ في ناس شايفة المحاضرة دي مكتوب right to life الـ state obligation لا ما فيش حاجة. ما تقولش أنت ناس حضرتك ما هو في كذا اجتماع ما نشوف المجموعة الثانية. المجموعة الثانية عندهم ولا ما عندهمش؟ لا يا دكتور ما عندهمش. ما فيش حاجة يا دكتور باين. ما فيش حد المجموعات الثانيه ما فيش. نعم
هي الصوره يا دكتور ظاهره على على الفايلات اللي هي بتاعت الماده بس اللي هي كلها ورا بعضيها بس. هو غالبا حضرتك يا دكتور كنت عامل شير للفولدر ده بس مش يعني الفولدر ده مش عامل شير سكرين عامه عشان كده هو واقف على الفولدر ده بس او الصوره دي بس. تسمحوا لي ام تنتظروا عشان اشوف ايه اراجع تاني؟ انا صدقت الاحوال بقت كويسه. على كل حال شوف دلوقتي قدامنا. طب تسمحوا لي بس انا المحاضرات دي المفروض يعني اذا كانتش النهارده هتسجل برضو يوم الخميس هتسجل، وهتبقى المحاضرات دي زي ما بقول لكم بتتبعت لهم. المحاضره بتتبعت زي ما هي، والريتن اساينمنت المطلوب اللي هيكتبوه المجموعات 10 و5 و6 و7 والاسئله هتتطبط على ذلك. بس عشان دلوقتي المحاضره الثانيه دي اللي احنا فيها برضو يوم الخميس هتتعطى تاني، فتسمحوا لي بس قدامنا يمكن وقت بسيط قبل الفطار معلش تسمعوا الكلام دلوقتي وهو هتفهموه. State obligation يعني التزام الحكومة، واخد بالك الدولة اللي هي الحكومة يعني to respect الاحترام و protect تحمي و to fulfill يفي بالغرض يعني مطلوب. example زي كده هناخد الحق في الحياة كمثل لل respect وال protect وال fulfill. right to life حق في الحياة طبعا ما يجيش أي كمثل برضه إن الشرطة بهذا الشكل واحد بيسرق تقوم تموته طبعا ده لا يصح. يبقى البوليس شال نوت انترناشونال انتنشنلي بهدف تيك ذا لايف اوف بيرسون تو بريفنت هيم فروم او هي برضه من ماينور اوفنس يعني جريمه صغيره زي الثفت. يعني لازم تحترم الحياه، مش اي واحد ماسك بندقيه ولا مسدس في الشريط موت واحده للشكل تحت الحياه. البروتكشن بقى انا بنتكلم على البروتكشن بتاعت الدوله الحكومه او بقول دوله او حكومه الوزارات المعنيه اللي كانت داخليه صحه تعليم في التخصص اللي خاص بيها. احنا بنتكلم على اللايف دلوقتي. بروتكت اللايف ايه؟ لازم تعمل ايه؟ الثريتن اتاكس اي تهديدات تو انديفيديوال لاي شخص اجينست اي شخص اخر او اي طريقه لازم تعتبر كرايم جريمه. الحكومه البروتكشن بتاعها طبعا ده وسط ايه قانون بعد كده لان في كليه حقوق بتطلع قضايا حكومه الى اخره. يبقى البروتكشن طلعت ما يجيش اي ثريت اتاك اي تهديد لشخص انديفيديوال اجينست اذر بيرسونز بصور مختلفه واخد بالك بتعتبر دي جريمه ولازم ياخدوا ضدها ايه كارينج ابروبريت بنالتيز. بنالتيز يعني ايه غرامات الى اخره. الدومستيك كرايم لوز في قوانين داخل الدوله بتاعكم هذا ولازم يبقى الشرطه تاخد الانفستيجيشنز وتعمل ده كله ويتحول للنيابه والنيابه تحول للمحكمه تاخد. يبقى ده اللي اسمه ايه البروتكشن لللايف بالنسبه لللايف. لو قلنا بقى بعد كده ازاي في الفيلم انت بقى ما احنا قلنا ايه انك انت بتعمل ايه ريسبكت بتحترم الحياه ثاني شيء بروتكتد ثالث شيء في الفيلم بتاعها. في الفيلم بتاعها ازاي الاوثوريتيز اللي هي في الدوله كلها جهات مختلفه لازم تاخد ليجستريف اكشنز تاخد خطوات قانونيه وادمنستريشن اداريه ان ايه اي خطوه تعتبر بالنسبه ما تشوف احنا بالنسبه لللايف. اللايف يبقى المده الاتي الست وهي حامل لازم يحموها الام او الاخت او الى اخره. يبقى لازم يبقى المورتاليتي بتاعتها الشايل تحافظ عليه العنايه وهي حامل. وبعد كده برضه بعد الحمل الطفل لازم يروح المستشفى ياخد التطعيمات الى اخره. دي الفولفيلمنت اللي تتعاد بيها الاثورتيز. ليه بنقول الاثورتيز؟ عشان الجهات المختلفه الصحه واخد بالك لازم تدبر واخد بالك ايه الاطباء صح تدبر الاماكن المستشفيات وزاره التعليم العالي طبعا تدبر الاطباء واخد بالكم وزاره التجاره والداخليه والخارج تدبر الادويه من الخارج والى اخره. المثل واضح اللي احنا ليجستيف اكشن بتاع الايه اللي احنا بنقول عليه اللي هو ريسبكت
واخد بالك؟ وزي ما قلت لحضرتك اولا يبقى في ريسبكت. هجيب بس لو سمحوا لي عشان يبقى تبقى اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى في ريسبكت، وبعدين اللي هو بعد كده لو جينا بقى ناخد خطوة تانية أكتر من كده، في حالة إعطاء الصوت right to vote. طبعا حصلنا الانتخابات من كم شهر وشوفنا right to vote حقق في الصوت. الريسبكت بتاعه إيه؟ لازم الدولة والأوثوريتيز جهات مختلفة ما تتدخلش في الإيه؟ في الفوتينج بروسيد، خطوات الإيه؟ الانتخاب بيعملوا في جهة محايدة تنظم الانتخابات، تقول مين اللي هيرشح صوته، يتحط له جداول باسمائهم، محدش يتدخل في حاجه كده. ولازم ينتخبوا الالكشن ريزلت، صوتك اللي اعطيته لحد يبقى لازم ايه محترم. ده الريسبكت. البروتكشن يبقى ازاي؟ الاوثورتي دي كلها لازم اورجانيزنج فوتنج، تدرب اماكن الامتحان الانتخاب قصدي فوتنج باي سيكريت بالت، ايه بطرق سريه بيعملوا ايه صناديق انتخاب سريه، كل واحد يحط فيه صوته بدون اي تدخل من اي واحد، ولا سياسي ولا عائلي ولا موظف ولا حاجه. ده البروتكشن بتاع صوتك. في الفيلم بتتحقق ازاي؟ لازم تبقى الاوثورتي اللي هي المنظمه كلها تنظم ايه فري انتخابات بدون اي حاجه حره، فير الكشن انتخابات محايده خالص محدش يتدخل فيها. لا نشوف ايه ده many citizens as possible can vote، اكبر مجموعه من الناس تقدر تنتخب. ترتب اماكن الانتخابات، تقول اماكن ده الصوت ده هينتخب في الدائره الفلانيه في المكان المعين الى اخره. ده بالنسبه للفوت. يبقى في ريسبكت محدش يدخل، وروتيشن التحميد محدش يدخل فيك. في الفيلم تحقق الحاجات دي، اللي يبقى انتخابات حره بهذا الشكل تحقق كل الابوار وافير بدون اي تدخل اي صوت. لو دخلنا بقى في حق اخر رايت تو هيلث، الحق في الايه؟ في الصحه. طبعا بنحقق برضه في ريسبكت وفي بروتكشن في الفيلمنت. ريسبكت ايه؟ الاثورتيز. نقول الاثورتيز مش اثورتي واحده، شال نوت ريستريكت الرايت تو هيلث، لا تمنع الشخص عن ايه؟ انه ايه يحصل على الايه؟ طبعا ما تنساش ان هو ده بيتدخل فيه حاجات جامده جدا، انك انت ما يحصلش ميديكال اكسبيرمنتيشن، يعني الراجل هو قاعد في المستشفى مريض او حتى في بيته طبيب ما يعملش عليه اجراءات، يجرب عليه ادويه، يجرب عليه اجهزه الى اخره، او ان هو يطبق عليه ان هو منع الحمل فرضا وهو عايز يبقى حامل والى اخره للسيده او الى اخره. طبعا في بعض الدولات بيعملوا سيرفيزيشن للرجال زي الهند والى اخره عشان الاعداد بتاعتهم كبيره بهذا الشكل. يبقى لبس انت بتضمن انك انت تحقق حق في الصحه، العنايه بيك، واخد بالك، تحقق الرايت ريسبكت بيحترموه، وان هم ما حدش ابدا يجي ايه يعمل عليك تجارب صحيه. البروتكش حمايه الذات، ناخد احنا طبعا الحلس ده بالنسبه للسيدات ان هم واخد بالك ما يمنعوا الاجهاض خالص. بعض الدول بتمنع الإجهاض خالص وبعدها بتسمح بقوانين ولا لا، ليس ده بحصل على ست الأصول. وطبعا انه هو ده عملية من العمليات الخطيرة بالنسبة طبعا بروتكشن، انك انت تحميك من اي امراض او الى اخره. لو انا في الفيلم بتاع ده ازاي؟ طبعا لازم يتوفر ايه للهيلث ده؟ اديكم نمبر اوف هوسبيتالز، نمبر يكفي من المستشفيات والاذر بابليك هيلث. مش تسمع ليه؟ أو ألو؟ بالنسبة للفلفلمنت الهيلث ده لازم يبقى أديكوت نمبر في هوسبيتالز، نمبر يكفي من المستشفيات والأذر بابليك هيلث كير، عناية صحية. يعني إذا كان في صيدليات، إذا كان في وحدات أشعة أو وحدات تحاليل إلى آخره، ده لازم يبقى إيه؟ أفيلابل للكل. طبعا نقول ده بيتحقق بإيه؟ مش بس من وزارة الصحة، لا وزارة التعليم طبعا حضر وتعلم الأطباء، مستشفيات التمريض حضر الممرضين، الجهات الأخرى تحرر، لازم ده كله
وزارة التجارة والصناعة أو التجارة الخارجية تجيب الأدوية صناعة مصانع الأدوية دي أمثلة للموضوعات الخاصة بالإيه الهيومان رايتس. احنا قلنا فوت وقلنا قبل كده طبعا دلوقتي بنتكلم على الهيلث واخد بالك من الشك. لو برضو مشينا شوية بالنسبة لهذا هندخل برضو للفود للتغذية. احنا بنتكلم للحقوق الإنسان وعندنا الرايت بتاعتها تحترمها ريسبكت وتحميها بروتكت. ثالث حاجة تطبقها في الفيلم الفود بقى الفود ما الاكل التغذية تشمل الفود والمشروبات الى اخره. يعني بما الاثورتي اللي هي الموجودة بالنسبة لهذا لازم تاخد كل المجهز كل الوسائل المختلفة ان الاكل ده الادكوات الكافي ادكوات فود اند ووتر طبعا الى اخره كمثلا يكون كافي واخد بالكم وان هو ما يكونش داخل فيه الريسبكت الاحترام واخد بالكم ان هو ما يكونش فيه اي حاجه اخرى وحشه زي ما احنا بنتكلم. يعني الريسبكت الفود ده بيحتاج لارض لازم الارض تبقى متوفره الى اخره يبقى بروتكت البروتكشن قصدي طبعا البروتكشن لازم الدوله بواسطه القوانين زي ما قلت لكم الاثورتيز تبقى وزاره الزراعه تقرر مع وزاره مع الشرطه مع النيابه مع الحقوق ان هم يعملوا قوانين ان هو ما حدش ابدا يتدخل في الاغذيه تلوثها فرضا يعني ما يجيبوش الايه اسمده ملوثه ما يستخدموش معدات غير صحيه ما يحطهاش في اوعيه او شوالات كذا الى اخره ده لان ده حل ولازم يبقى برضو التعامل مع الفلاح ده اللي بيزرع يكون برضو فيه احترام بالظبط البيزه بلاش طبعا يحمي الاكل بواسطه القوانين واللوائح تمنع الاسمده الملوثه او الاجهزه او التعبئه في الاوضه وتم تحمي العامل طبعا ان هو ايه العامل الزراعي البيزنت ان هو ما حدش يتعدى عليه وما ياخدش حقوق منه. الفلفلمنت بتتحقق ازاي بقى؟ الاثورتيز طبعا عشان بيلمنت البوليسيز السياسات كلها اللي هو ايه؟ انك انت ما حدش ايه يجرف الارض الزراعيه. طبعا الارض الزراعيه دي بيزرع فيها الجزء كله الاكل كله بانواع مختلفه والخضروات يبقى لازم يبقى عندنا ايه قوانين بل في سياسات تطبق طبعا سياسات تطبق بايه بالقوانين واللوائح. احنا زي ما اتفقنا اي هيومن رايتس حد يعتمد عليها لازم يطبق القانون عليه في قوانين ولوائح. يبقى احنا في الفيلم بالنسبه للفود ده والمشروبات كلها لازم انت عندنا سياسات توفر الارض الزراعيه. الانهار لازم يبقى فيه انهار او ترع او بتاع وفي وحدات تنقيه المياه للشرب واخد بالكم لازم في ادكوات فود يكفي واخد بالكم لازم الحاجات دي تبقى متوفره كلها على طول بهذا الشكل. لو وصلنا لحاجه ثانيه في حاجه اسمها what does the obligation to fulfill mean. الobligation to fulfill يعني ايه؟ obligation اللي هو ايه الالتزام to fulfill يلتزم بحق. طبعا تحت كده الكلمه دي الgovernment required to take positive action خطوه ايجابيه to ensure human rights كل حقوق الانسانيه to be exercised يتم ممارستها respect for education فرض بان احنا عطينا مثلا الgovernment لازم تتفضل توفر ايه must provide the ways and means الطرق والوسائل. احنا في مصر عندنا قلنا تدخل الدستور اللي هو constitution free education يبقى لازم تبروفايد الحكومه طبعا من خلال وزاره التعليم اذا كان تعليم اللي هو قبل الجامعه التربيه والتعليم او التعليم العالي provide ways and means of free بدون مقابل and compulsory education for all طبعا ده primary education التعليم الاولي او الابتدائي ده بيبقى compulsory يجب التعليم مرحله احنا قايلين كله free عندنا الابتدائي والثانوي والاعدادي والجامعه free
لكن عندنا الإجباري compulsory primary education for all وفي التعليم الإجباري المرحلة الإيه؟ التعليم الإيه؟ الابتدائي بس. ولازم توفر برضو secondary education التعليم الثانوي العادي أو التعليم الفني أو التجاري أو الزراعي أو الفندقي، ده يقابل التعليم الثانوي العادي العام ده. يبقى توفر زي توفر ايه؟ higher education التعليم العالي بأشكال مختلفة، كلية الطب والهندسة والزراعة والحقوق والخدمة. وفوكيشنال تريننج التعليم التدريب الفني اللي هو في بعض الزملاء بيتعلموا فني بهذا الشكل بعد الثانوية أو قبل الثانوية بعد الإعدادي بهذا الشكل. طبعا لازم adult education التعليم للكبار، لأن بعض الناس تضطر ظروفها إنها ما تكملش التعليم كويس، يبقى لازم يعملوا تعليم الإيه؟ للكبار، لانه ما بعرفش يقرا ويكتب بسبب المراحل الابتدائيه وكده. طبعا والليمنت اللي وتمنع الجهل خالص، عدم الايه؟ المعرفه بالقراءه وكده. طبعا دي لازم تبقى ايه؟ تتعمل في مكان في البابليك سكول، المدارس الحكوميه، او انها توفر مدارس اخرى خاصه تمنع توافق على هذا. طبعا ده يحتاج لايه؟ مش بس مدارس، مدرسين teachers. يبقى لازم وزارة التعليم العالي توفر الايه؟ وزارة كلية التربية والتعليم الى اخره. لازم طبعا ده كله بيدخل فيه افراد مختلفة من هذا الكلام. يبقى الابليكيشن في الفيلم دور الحكومة فيها بالنسبة كمثل للحقوق للتعليم، ان هو يبقى تبقى للدستور حر constitution، تبقى للدستور برضو المرحلة الاولانية للتعليم compulsory المرحلة الثانية وفري، ولكن بقيت المراحل فري، ولكن يوفروا السكندري والهاير ادوكيشن التعليم العالي ومراحل مختلفة والتدريب الفني، وإذا كان في تعليم كبار أو الميتر ادوكيشن. ده بيوضع بعض الأسئلة بالنسبة برضو عندنا رايت وفري، وبالكم إن هو في حالة إنك أنت في السلام اللي عندنا، من طلبش، للأسف مش عايز أقول طلبش، نروج للقيام بالحرب. Right to freedom and prohibition. Right to حق والفريدم حق والفريدم that are not subject to regulation even in time of war. حتى في أيام الحرب بهذا الشكل. طبعا احنا قلنا الأمم المتحدة عملت القوانين بتاعها 48، وبعدتها في الشرطة زي في الكتاب المقرر على حضرتك، ولكن كل الدول بأشكال مختلفة عملت هيئات منظمات لحقوق الإنسان. احنا مصر عندنا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. طبعا تبقى للوائح بتاع الأمم المتحدة دي under article كذا international، عملوا اجتماعات وحقوق بتقول ايه؟ اول حاجة قالوا فيها ايه؟ right life الحق في الحياة. اللوائح اللي تشملها قوانين واللوائح بتاعت الدول المتحدة، وبالنسبة لكل المنظمات الخاصة بالدول المختلفة حتى في مصر. رايت تو لايف اتكلمنا عنه ببساطة شوية. أول حاجة الحق في الحياة. تاني شيء رايت اوف تورتشر، لا يصح إنك أنت تعامل الناس بطريقة تعدي عليها جسمانياً أو صحياً أو عقلياً أو نفسانياً بطريقة إنهيومن، واخد بالكم؟ والعقاب ما يكونش جسماني أو لا. كل حاجة بإيه؟ بحقها. تمنع سليفري، تمنع العبودية، الحق في الايه؟ الناس احرار مش عبودية. بريمش اوف تيند اوف ديبت، ما يصحش انك ايه تتحفظ على اي شخص الا لاسباب محددة، مش اي واحد يتحفظ على الشكل. طبعا ما حدش ابدا يتعدى على القوانين ابدا، وبالنسبة للاجرام ما حدش ياخد اللي حقه، الجميع سواسية، محدش أبداً discrimination تميز. طبعاً right to recognition as a person before the law، تبقى شخص أمام القانون وجميعاً أمام القوانين سواء. طبعاً freedom thought الفكر والتعبير والreligion والديانة، ده من حق المعترض بيه على طول بهذا الشكل. طبعاً برضو لو دخلنا بقى التطبيق في جهات مختلفة، لو قلنا في أوروبا واخبركم برضو حاطين الفاندامنتال دي كلها، رايت تو لايف ان هو اكسبت
in respect of death طبعا واخد بالك طبعا بحكم القوانين الا اذا كان طبعا في الحرب واخد بالك رايت برضو ان هو ممنوع الاعتداء على الشخص جسماني او نفساني او صحيا او بهذا الشكل التعامل السليمه طبعا بروفيشن سليبري برضو منع العبوديه طبعا ان هو لازم الناس سواسية من القانون ما حدش اعتدي على القانون ده بالنسبه لايه احنا بندي امثله اللي حصل في الدول المختلفه نيجي بقى برضو ان احنا ايه في امريكا فرض اهو الكونفنشن قاعده باي برضو رايت تو لايف حقيقه ليجال بيرسونالتي رايت ليجال لازم انهم حكم العداله ممنوع السليفري الهيومن تريتمنت مع الوحشه الكريمنال الكونشس والريليشن لازم محترمه الناشوناليتي الجنسيه طبعا الاشتراك في الحكومه باشكالها المختلفه لازم ان انت حقك تاخد اس كل واحد ياخد اس رايت تو فاميلي تعمل فاميلي رايت اوف تشايلد انك تتحقق طبعا في امريكا طبعا ان احنا لو قلنا بقى ده ريجيونال برضه موجود عندنا ريجيونال هيومن رايتس وتريتيز واللي هي معاهدات بلد الشغل طبعا دي بتنطبق على كل الناس في اي مكان مش بس امريكا او حتى في افريقيا زي ما هنشوف دلوقتي وفي اوروبا بياخدوا الشهاده وفي اسيا وفي اوروبا بنلاقي احنا لو خدنا مثلا بقى في افريقيا طبعا الدول الافريقيه سنه 81 سموها كان اسمها Organization of African Unity واخد بالكم سموها بهذا الشكل دلوقتي سموها ايه African Union الاتحاد اليوناني الاتحاد الافريقي متاسف African Union الاتحاد الايه الافريقي بهذا الشكل واخد بالكم طبعا عملوا قوانين ولوائح اهم شيء ان هم في سنه 86 33 دوله اتفقوا انهم يعملوا هيومن رايتس تريتي بهذا الشكل في افريقيا طبعا ده يشمل كل الكلام اللي قلنا عليه سيفل والبوليتيكال رايتس والكلام ده كله كله وان اهم شيء ان هو الويلث تتوزع على لان كان في وقتها احتلال وكان بعض الناس تاخد الويلث بتاعتها والنشر والطبيعي قالوا لا تبقى برضه للدوله بهذا الشكل طبعا لازم اهم شيء جنرال ساتسفاكتوري انفايرمنت الانفايرمنت لازم يكون محترم طبعا ده مهم جدا بالنسبه للايه والثيرد جينيريشن والى اخره بالنسبه لكده والكوميونيكيشن بتاع افريكا لو خدنا بقى اكتر من كده ان هما بهذا الشكل وضعوا من 81 ل 86 القوانين ديت واعتبروها من 69 ل 74 القرن الماضي وطبقت ودخلوا حاجه افريكان تشايلد سنه 99 لو نبص اكتر من كده للدول العربيه بقى دي اللي عايز اخلصها دلوقتي معاكم الدول العربيه برضو احترمت قوانين حقوق الانسان ولكن سنه 94 حيث سبتمبر كان 22 دوله اجتمعوا وقرروا ولكن ايه ما كانوش كلهم موجودين في مارس 2003 واخد بالكم عملوا ان هم لجنه خاصه بالحقوق الانسان ودخلوا فيها كل القوانين الدوليه واللوائح والستاندر الكوميتي دي مش عملت واخيرا قرروا المبادئ كلها زي ما بنقول عليها وحتى وافقوا عليها العرب ليج اللي هو الجامعه العربيه ليج اوف اور ستيتس اللي هو ده من خلال طبعا كل ده بيحصل من ايه من خلال الجامعه العربيه العرب ليج وبيجتمعوا كل سنه الرؤساء او الملوك بيقرروا الحاجات دي طبعا في لجان بتقرر كده بالكم وبناء عليه سنه 2002 استعانوا بالخبراء اللي هم الارب ليج اللي هو الدول العربيه اللي يطبقوا الحاجات دي طبعا ده كان هام جدا بالنسبه لنا طبعا ده اتعرض على المجلس الدولي للرؤساء والحكومات والملوك ووافقوا عليه بهذا الشكل وعملوا قوانين تطبق الحقوق الانسان بالنسبه للمصريين طبعا في حاجات اخرى بتدخل في الموضوعات دي الشارترز دي بتاعت الامم المتحده اشكال ولكن لن تتعدى الكلام اللي احنا قلنا عليه ده الشارترز والقوانين الواحد بتاعت الامم المتحده بتدخل الدول المختلفه تحت منظمات تسميها او حقوق الانسان او هيئات مستقله
وطبعا خدنا مثلا اللي هو بالنسبه لاوروبا وامريكا وخدنا الدول العربيه بهذا الشكل. قال لي لا دي المحاضره الثانيه انتهت بهذا الشكل. انا قلتها بسرعه ولكن يعني اسف ان انا الشبكه ما كانتش كويسه والجهاز ما كانش متمشي معاه بهذا الشكل. بهذا الشكل اني المحاضره الثانيه والحمد لله الفطار لسه ما جاش المغرب يعني ارجو اكون ايه ما تعبتكمش خالص. اسمحوا لي اشكركم ردوا اللي سامعني. السلام عليكم. ايوه يا دكتور. وعليكم السلام يا دكتور. نعم انا اختصرت المحاضره خالص لكن سمعت المقصود بيها طبعا. لما هتقروها بعد كده ولما بالتلفزه لما بتبعتكم لو حد حيظهر يوم الخميس هيلاقيها مفهومه جدا 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 ان شاء الله. اي استفسار ماشي شباب. واحد بيقول والتاني حد يرد. ها اسيبكم بقى عشان ايه تجهزوا كل الفطار افطارا شهيا ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين. واللي ما حضرش هيحضر يوم الخميس ونكمل بعض موفقين ان شاء الله. ان شاء الله. حد عايز يقول حاجه؟ تسلم. شكرا. تفضل. شكرا حضرتك. طيب حافل بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جزيلا. مع السلامه. مع السلامه.